جميل. انت بتتكلم عن فكره القصه ورا الاغنيه، المجهود اللي اتعمل خلف الاغنيه من الالحان، التوزيع، كتابه الكلمات الى اخره. لكن خليني اسالك انه ازاي الجمهور بيتفاعل معاك؟ يعني ايه الانترستنج او ايه مثير للاهتمام في فكره تقديم القصه بيهايند او خلف الاغنيه اللي الناس بتستمعها وبتستمتع بيها؟ التفاعل يمكن في الاول ما كانش قوي جدا، لانه انا في الاول ولحد دلوقتي انا بالنسبه لي ده مش هدف او مش حاجه ان انا اكون انفلونسر او كده. هو الموضوع جه بالصدفه ان انا بحب اقول رايي في الاغنيه، فبالتالي الى ان وصلت دلوقتي لصناع الاغنيه والمطربين اللي بيغنوها دلوقتي بقوا يسمعوا رايي، ودي حاجه انا بتشرف بيها جدا. فالجمهور بيتفاعل دلوقتي لانه بقى في ثقافه وبقى في وعي عن فكرة تكوين الأغنية، مش مجرد أنه حد بيعمل أغنية خلاص إحنا مش عارفين مين المؤلف والملحن. وده من ضمن مميزات السوشيال ميديا، أن دلوقتي بقى في شعراء معروفين، بقى في ملحنين، بقى في ناس بتعمل الموسيقى معروفين. فأنا اللي بعمله في القناة عندي أن أنا بجمع الناس دي كلها، أقول لهم يا جماعة الشخص ده هو اللي عامل ده وده وده، الأغنية دي جديدة، يمكن ده نوع موسيقى مختلف ما تعملش قبل كده بسبب أن الموزع قرر. فنوعا ما مش الموضوع بيبقى أكاديمي قد ما بيبقى بشكل بسيط